التكريم. النهارده ايضا كان في تكريم من الاتحاد المصري للثقافه الرياضيه وتحت رعايه الوزير اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وبحضور مسؤولي اتحاد الكره ورموز التحكيم، وكان موجود كابتن ناصر عباس طبعا خبيرنا التحكيمي والمحاضر الدولي اللي موجود دايما الحقيقه وبيمتعنا بكلامه. الحقيقه خليني اشيد بالتكريمات اللي بتحصل للحكام بعد هذا الاداء الرائع اللي شفناه في هذه البطوله. عليكم، ودي رساله واضحه للحكام، عليكم دور مهم جدا خلال الفتره اللي جايه ان الاداء يستمر ونشوف نفس المستوى في الدوري المصري. دي بعض اللقطات من تكريم الاتحاد المصري للثقافه الرياضيه، لسه واصل لنا حالا اهو، وبعض اللقطات زي ما حضراتكم شايفينها وموضحه، وحاجه جميله جدا جدا، والواحد قد ايه كان سعيد بتكريم هؤلاء الحكام لانهم بالفعل يستحقوا كلهم التكريم الحقيقه. دكتور اشرف صبحي موجود، الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد موجود، كل الجميع متواجد الحقيقه، والجميع بينظر بفخر لهذه الامور. عموما خلونا نشوف بعد هذه التكريمات الحقيقه استاذ اشرف محمود، الجميع الحقيقه كان متواجد في هذه الاحتفاليه وهذا التكريم. طيب خلينا نطلع نشوف ماذا قال الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه في هذا الامر، ونرجع نكمل مع حضراتكم مره ثانيه. الحقيقه من هنا بنقول للتحكيم المصري نقطه نجاح ننطلق منها ونثق فيها. الحقيقه اول جيل يدخل بطوله بسبع حكام، احنا دايما بيكون في حكم اتنين، حكم ومساعد. الحقيقه احنا عندنا جيل كويس جدا، وده يعني ناتج سنوات سابقه يعني، لكن بنقول الشكل والموضوع اللي موجود وشفناه بهذا العمل الجميل. احنا عندنا سبع حكام، وعندنا مراقب للمباراه النهائيه، وعندنا كمان عضو لجنه انضباط، وعندنا ميديا اوفيسرز. فدي كلها عناصر احنا لما نحفز ونشكر نقول عايزين تاني، عايزين تاني يكون النماذج المصريه موجوده في كل القطاعات، لان دي قوتنا الناعمه اللي بتؤثر في عمل المنظومه. ولما يبقى لينا مع الفريق حكام بعدد بكم بكيف يساعد يعني بشكل كبير. يعني كابتن حسام خلاص بقى في جهاز فني مصري وبقى واقع، دوري ودورنا ان احنا نوفر كل الظروف الملائمه للنجاح. واتحاد الكوره لازم يدعم، لان في مستهدف، المستهدف واضح، 2025 نهائيات كاس الامم الافريقيه بالمغرب، مش سهله، وكل الجماهير مطالبه نوصل بقى للنهائي على الاقل يعني. وفي نفس الوقت عندنا تصفيات كاس العالم يعني، ده فمستهدفين للمنتخب الكبير، زائد المنتخب الاولمبي شهر 7 عنده اولمبيكس، ففي مستهدفات للمنتخبين بالاضافه الى نظم التطوير. وبالتالي كل واحد في مجاله ومكانه يذاكر كويس جدا جدا جدا، يحط المستهدفات قدامه، واحنا كمان مش هنقصر وبنراقب، وقراراتنا يعني سريعه بما يتوافق مع الموقف. يعني قراراتنا دايما بنقول لا خلاص في راي عام وفي اداء، مش هنقف دايما، لازم يكون في استمرار، ولازم يبقى النجاح ثم النجاح ثم النجاح ان شاء الله. يعني اكيد تدريب المنتخبات لازم يكون في ضبط انفعالي جيد، لازم، واكيد احنا اتكلمنا في هذا الموضوع، لان تدريب المنتخبات هو مصير دوله، يعني منتخب هو دوله، فاكيد الكلام ده كله يعني كان في كلام في كتير فيه يعني. الحقيقة كلام محترم من السيد الوزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. زي ما قلت لحضراتكم التكريمات يجب أن تكون متواجدة، ولكن في نفس الوقت الحكام عليهم عامل كبير جدا جدا خلال الفترة اللي جاية. سبع حكام دول تحديدا عليهم دور مهم، دور التعليمي، ودور إبراز الشكل العادل داخل الملعب. التعليم ان الشباب الاصغر من الحكام الصغيرين يبصوا على هؤلاء الحكام ويشوفوا منهم ايه الصح وايه الغلط، او ايه الصح ويعملوه وايه الغلط ويبعدوا عنه. الحكام نفسها بقى، الاسماء اللي حضراتكم بنتكلم عنهم، الكابتن محمد والكابتن امين عمر والكابتن محمود عاشور والكباتن الكبار كلهم، كابتن البنا والكباتن الكبار اللي موجودين كلهم، يعني كلهم الحقيقه أسماء كبيرة جدا جدا، لكن عليهم دور مهم جدا، وإحنا قاعدين بنتفرج كده عليهم دور مهم. دورهم المهم الحقيقة اللي إزاي ما ننزلش لتحت، إزاي ما يطلعش إسلام أو غير إسلام
ننتقد أداء الحكام وننتقد أداء التحكيم. عفوا. فده اللي مهم بالنسبة لنا دلوقتي، وده اللي مهم بالنسبة لهم خلال الفترات القادمة، لأن مجموعة الحكام الحقيقة دول أسماء يمكن أن يبنى عليها خلال الفترة اللي جاية، ولكن أنا حابني إزاي من غير ما يكون عندي الأساس كويس، الأساس بتاع الدوري والكاس، الأساس بتاع مصر هو الدوري والكاس. لو شفنا المستوى لو شفنا هؤلاء الحكام وغيرهم وغيرهم بنفس المستوى اللي شفناه في كاس الأمم الأفريقية، والله ما هتبقى هيبقى عندنا كرة القدم رائعة وجميلة وفيها عدالة، على الأقل ما حدش فينا هيبقى من جواه أي حاجة، لأن احنا النادي الأهلي أكثر الأندية الداعمة للتحكيم المصري من ساعة ما بدأنا التحكيم المصري ده لغاية دلوقتي. النادي الأهلي بيانات واضحة في دعم الحكام المصريين، ولكن على الجانب الآخر بيانات واضحة في أن هناك بعض الأخطاء الواضحة برضو يجب أن يتم حلها، الواضحة واللي بتحصل كل مرة. فالمطلوب منكم خلال الفترة اللي جاية بمقدار هذه التكريمات وبمقدار أن الكل واقف والكل بيشارك والكل بيسقف للحكام، بمقدار ان احنا هننتقدكم انتقاد شديد، لو لا قدر الله لا قدر الله شفنا نفس الاخطاء اللي كانت بتحصل ما قبل بطولة الامم الافريقية. وهو ده المهم بالنسبة لنا، وهو ده المهم في طريقة التحكيم خلال الفترة اللي جاية.